متابعينا متابعي المصري اليوم في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد وتغطية حية. النهاردة احنا موجودين من امام يعني مسجد حسن الشربتلي بالتجمع. طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا جزء من ارباحنا هيروح لاخواتنا في غزة. معانا النهاردة طفلين لسه يعني ممكن نقول في يعني مرحلة مقتبل العمر، يحيى ومحمد. بدأوا مشروعهم، بدأوا البيزنس بتاعهم من بدري، ومش بس كده يعني هما دايما عايزين يلغوا القضية الفلسطينية، ولكن الأطفال منذ نعومة أظافرهم يعني أصبحوا على علم ودراية وعقيدة بالقضية الفلسطينية. لم ينهوها معذرة، ولكن يعني أحيوها من أول وجديد. معنا يحيى ومحمد النهاردة هنعرف إيه قصتهم وإيه التفاصيل، ويعني الفكرة بتاعت العصير والمخلل جت منين. نرحب بيكم على المصري. انا اسمي يحيى، عندي 11 سنة وانا في جريد 5. انا اسمي محمد، في جريد 6 وعندي 12 سنة. المشروع بدأ ازاي بقى يا محمد؟ هو الفكرة جات لنا انا وانا صغير ولحد دلوقتي بنزل في السمر بريك بتاعت السكول، بروح بنزل مع بابايا واعرف حاجات واتعلم حاجات كل يوم، يعني كل يوم بتعلم حاجات جديده. اشمعنى بقى مخلل وعصير؟ علشان هي حاجه يعني سيمبل واي حد يقدر يعملها، فده مش لينا احنا بس، احنا بنحاول نعلم الناس ونتبرع لفلسطين. تتبرع لفلسطين ازاي؟ يعني انتوا دلوقتي شغالين، الارباح اللي بتطلع دي انتوا بتوصلوها ازاي؟ بنوصلها من يعني لما نيجي مثلا من اللي هو لما تيجوا مثلا تروحوا عند سوبر ماركت تلاقوا حاجة اللي اسمها كان اللي هي فوري، تبرعوا من فوري، انستا باي كده يعني. تمام. قولولي بقى، يعني اكيد انتوا اطفال، او بلاش نقول اطفال، يعني انتوا عملتوا حاجات الشباب ما بيعملوهاش اساسا. اكيد واجهتوا يعني تنمر من اصدقائكم وتعليقات سلبيه مش حلوه، كان بيقولوا لكم ايه اصلا؟ لا على فكره ما حصلتش، كله قاعد بيشجعنا، وفي ناس كانت عايزه تيجي وتقف معانا، ويعني عجبهم فكره قوي وبيجوا بيشتروا من عندنا. يعني مثلا امبارح في مدرسه جت اشترت من عندي، واول امبارح جت مدرسة تانية اشترت من عندي، وقاعدين بيشجعونا يعني. بيشجعوك بيقولوا لك ايه كده؟ اقول لي كلمة حلوة كده من اللي انت بتسمعهم كده. العصير جميل، ربنا يوفقك، كلام يعني حلو كده، كل الكلمات الجميلة يعني دي. طب انتوا بدأتوا المشروع ده امتى؟ من اول يوم رمضان. من اول رمضان، اول سنة تنزلوا فيها السنة دي؟ اول سنة. نفسنا نطلع بيزنس مان. تطلعوا بيزنس مان؟ هما كان عاجبهم الفكرة قوي في أماكن. أهم حاجة إن هي ما تأثرش على الصلاة وعلى المذاكرة. أي أنت فعلا ما أثرتش في مذاكرتك بوقفتك هنا؟ لا ما أثرتش في حاجة. يومك بيبدأ إزاي كده؟ ببدأ أروح المدرسة، نرجع المدرسة 1:30، نبدأ شغل لحد نقف لحد المغرب، نفطر وبعد كده نروح نذاكر، وبيبقى في وقت فاضي نقعد فيه مع عيلتنا ونقضي وقت ده مع عيلتنا، وبعد كده نخش ننام عشان المدرسة اليوم التاني. يعني انت مدي الصلاة حقها ومدي المذاكرة حقها ومدي الشغل حقه. اي ناويين تكملوا بعد رمضان؟ ناويين، بس بنفكر نعمل ايه بعد رمضان. لسه بنفكر ونشوف، بس احنا ان شاء الله يعني هنعمل حاجة كبيرة. زي ايه كده يعني؟ هي اللي انا اعرف ان هي تبقى حاجه اكبر من دي، بنفس يعني المحتوى اللي هو عصير والكلام كده. نفسكم لما تكبروا؟ انا نفسي اسس الشركه انا ويحيى، نكون مع بعض نفس الشركه احنا الاثنين، ونعرض الحاجات بتاعتها على السوشيال ميديا والناس تيجي. لو انا غير المهندس غير البيزنس ممكن ابقى مهندس. انا نفسي ابقى بزنس مان وبرضو اسس شركه مع محمد، ونجيب برضو صحابنا يقفوا معانا ان شاء الله. طيب بعيد برضو عن البيزنس، انت
عايزه تطلع ايه؟ بيزنس مان. من وانا صغير نفسي اتعلم عن البيزنس والماركتينج عشان لما اكبر افتح بيزنس. رساله كلنا معاكو كلنا معاكو، ويعني يا رب تخرجوا من الوقفه اللي انتوا فيها دلوقتي.